القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، مرحبا بك. هل هجوم اليوم هو نتيجة الرسالة التي أرسلها زعيم تنظيم داعش البغدادي لمهاجمة الجيش الليبي الموالي لحفتر؟ مساء الخير سيدتي. هو السؤال المهم، لماذا خرج الآن البغدادي ومن الذي أخرجه وفي هذه الحلة وفي هذا البهاء وفي هذا الوزن الزائد على آخر خطبة ألقاها في العراق؟ يعني وكأن وراء الأكمة ما ورائها، يعني بصراحة يعني كأن إخراج البغدادي سوف يلحقه أعمال إرهابية في أكثر من مكان في العالم، وكأن البغدادي تحول إلى فزاعة. فما تقوم به هذه الجماعات حقيقة، ظهر البغدادي أم اختفى؟ كان قبله بن لادن وبعده الظواهري. ربما هناك من يربط ربطا شرطيا بين خروج هذه الشخوص وبين الخلايا النائمة والذئاب المنفردة والتنظيم بشكل عام يعني. ولكن في كل الأحوال يعني هم هذا ديدنهم، هم مدعومون واضح ويتحركون بحرية في أكثر من مكان، يعني سواء كان في ليبيا وفي بقع أخرى في العالم العربي. فلن يوقفهم أحد إلا أن ينفذ القانون الدولي لمكافحة الإرهاب دون يعني استنسابية ودون ازدواجية. إذا كان هناك إرهاب في يضرب في سوريا ولا في العراق ولا في حتى أي عاصمة أوروبية، هو نفسه هو ذات الإرهاب الذي يتعارض مع القيم الإنسانية ومع الحرية ومع الديمقراطية ومع الدولة المدنية. فبالتالي يجب أن يكون هناك اتفاق حقيقي وليس مثل ما حكيت لك يعني استنسابي، ويوظف بين الحين والحين والآخر تنظيفا سياسيا أو لغرض خلط أوراق أو لغرض لا، هذا تنظيم حقيقة لن يساعد. عندما نتحدث على الحالة الليبية لن يساعدنا على قيم دولة. ومن يتبعه ومن يتحالف معه ومن ينسق معه ومن يأويه ومن يموله، هناك دول تمول هذه الجماعات لغرض يعني تمدد وتنفيذ مشروع قديم شديد. هل تتفق مع من يرى أن ظهور تنظيم داعش الآن هو نتيجة الصراعات في ليبيا الآن بين طرفي النزاع؟ شوفي سيدتي، هذه العناصر الإرهابية كانت موجودة منذ عقدين ونيف، يعني منذ نظام الزعيم الراحل معمر القذافي كان يحاربهم في درنة وفي بنغازي. لا بالعكس، الذي يعني وفر مناخا ملائما لظهور هذه الجماعة وتمددها هو الفوضى التي حلت بليبيا منذ عام 2011. أنا لا أعرف المجتمع الدولي ومجلس الأمن لم يكن يدر بخلده مثلا أن عندما يسقط نظام ودولة يعني سوف يترك ساحة فاضية كذا ويترك الحبل على الغارب. من يملأ هذا الفراغ؟ وانت تعرفين أن الفراغ السياسي دائما ما يملأ بالفوضى التي هي أحد إفرازاتها التنظيمات التكفيرية والخارجة على القانون والجريمة المنظمة ومهربي البشر، كله يعني كلهم يعني نفس الوجوه يعني لذات القذارة الإنسانية. فبالتالي هذا برسم الأمم المتحدة مجلس الأمن التي أصدرت حزمة من القرارات منذ 2011، أهمها حماية المدنيين. الحقيقة للأسف هذا القرار أصبح مثار سخرية لكثير من المراقبين. المجتمع الدولي الذي يعني جاء ونصب مجلس الأمن ودراعه العسكري حلف الناتو وشن آلاف الغارات من أجل حماية المدنيين، خرج وترك المدنيين يذبحون بدم بارد سواء كان من على أيدي هذه التنظيمات التكفيرية أو على أيدي جماعات أخرى. وما يحصل في ليبيا من احتراب الآن بين معسكرين هو حقيقة نتاج هذه الازدواجية في قرارات مجلس الأمن المتحدة. كان حريا بمجلس الأمن منذ البداية أن يلاحق المجرمين ويلاحق التكفيريين وينقي الأجواء في ليبيا حتى يكرس مبادئ الديمقراطية والحرية التي صدعونا روسنا بها في هذا العالم. طيب أليس من الغريب أستاذ، نفس القاعدة التي هجمت اليوم هي نفسها تمت مهاجمتها من قبل حكومة الوفاق، أليس من الغرابة مهاجمة نفس الموقع؟ أقصد غرابة لقاء المصالح بين داعش وحكومة الوفاق، على الرغم من أن الوفاق تتهم حفتر أنه وراء عودة التنظيم إلى ليبيا. ما هو تفسيرك؟
ليبيا تحت المجسات وتحت الأقمار الصناعية، وهناك بعثة وهناك مخبرين وهناك ست ديبرا ست ستيفاني ويليامز، يعني كلهم لديهم علم بالحركة. سيبينا من قصة من يتهم الآخر الآن، ليبيا يا سيدتي تحت الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة، وتحت ما زالت تحت حزمة القرارات اللي صدرت عن مجلس الأمن، ولا زالت حتى اللحظة تحت المجلس الدولي. يعني هذا الحراك العربي الإقليمي والدولي دائما يمثل اللاعبين الصغار في الملعب الليبي. ملعب ليبي يعرفه جيدا يعني دونالد ترامب وبوتين. لماذا لا يتحركون مثل ما اتفقوا في جلسة مجلس الأمن الأخيرة؟ لماذا لا يضعون النقاط على الحروف بسرعة من أجل حماية المدنيين، سواء كان في طرابلس ولا في بنغازي ولا في سبا؟ أي رقعة جغرافية ممتدة إذا بقت بهذا الشكل. يعني هذه الاتهامات اللي تفضلت بها حضرتك، الترمى هكذا جزافا كلنا على الآخر. فلسفة الحروب دائما هكذا، يعني عندها ثقافتها وعندها تجارها وعندها مروجيها وعندها دبابها الإلكتروني، وهو كل طرف إن يريد أن يوظف في الحالة، وهذا مشروع في الحروب. لكن أنا أتحدث بشكل عام، يعني بانوراما المشهد الليبي من كل زواياه، والأخطر في الزوايا هذه البانوراما هو المشهد الإنساني الذي ذكر في تقريركم، والتي لازالت الأمم المتحدة ترسل هكذا يعني نداءات وترسل نوع من البيانات التي يعني أنت تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية؟ يعني هم مقصرون؟ شوفي هم مش مقصرون، هم سبب الكارثة. مش هذا التقصير ربما درجة في سلم اللوم. يعني أنا لا ألوم أي طرف، لا يمكن أن يقنعني أي واحد بأن الذي حصل في ليبيا من اقتتال إخوة دم وأخوة ربما عائلة واحدة لم يكن سبب هذه الفتنة التي جاءوا بها، وهذه حزمة الأكاذيب التي روجوها. حقيقة إذا أرادوا مجتمع مدني وأرادوا حرية وديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة فليأتوا ليبيا. يعني بإمكان مجلس الأمن بكرة يجتمع في جلسة طارئة ويبعث قوات يونيفل ويفض النزاع هذا. شوفي هذه ليست سابقة، هذه عملت في سراييفو، عملت في بوروندي، في رواندا، في لبنان، في الحرب القبرصية التركية، أقصد اليونانية التركية في قبرص الشمالية، ليست سابقة. من الذي سوف يعترض؟ ليبيا تحت الفصل السابع فول ستوب. الأمم المتحدة مجلس الأمن علي أن يحدد موقفه من هذه القرقعة الجغرافية وهذا العضو الذي في الأمم المتحدة وهذا الشعب المكلوم الذي يذبح كل يوم، سواء بالاقتتال ما بين معسكرين أو ما بين أطراف أخرى استفادت من هذه الفوضى ويهرب الوقود والنقود، يعني نفايات بشرية ويعني شخوص خارجة حتى عن دورة التاريخ. هذا سوف يهدد الأمن والسلم الدوليين، هذا هو الأخضر. إذا بقت ليبيا بهذا الشكل ربما سنة أخرى سوف يهدد هذا أوروبا برمتها، ويهدد كل المصالح الأمريكية في المنطقة. إما أن تستقر ليبيا أو تبقى ليس دول الجوار فقط التي يحملها الاصطفاف مع معسكر دول الآخر، هنا أتحدث عن مصر والجزائر. لا، ليبيا إذا بقت ساحة مفتوحة بهذا الشكل بها مساحة شاسعة سوف توفر أرضية مهمة لكل التنظيمات التكفيرية في العالم، وسوف والموارد الموجودة سواء كان الأصول اللي في البنوك أقصد السيولة المتوفرة لديهم أو الموارد الطبيعية الموجودة في كل مكان في ليبيا، هذه سوف تمكنهم من إقامة مش دولة داعشية، دولة تقضي على كل دول العالم. فعلى المجتمع الدولي أن يتحرك، هو أمام مسؤولية تاريخية. سيبينا من التفاصيل الصغيرة متاع المصالح الأنية هذه والخطب التي لا تسمن ولا تغني من جوع. طيب الآن ميدانيا، يعني في ظل الهجمات هذه وفي ظل ظهور داعش الآن في هذا التوقيت، برأيك ماذا تتوقع يعني في الأيام القادمة خاصة مع حلول شهر رمضان؟ رمضان أصبح اسم ليس له أي معنى، مر على كل المسلمين في ميانمار وفي العراق وفي سوريا بنفس البشاعة، والعالم يتفرج ويطلق نتائج البكائيات دموع التماسيح. لا، هذا كلام لم يعد يحرك مشاعري. رمضان لم يعد يعني شيء للمجتمع الدولي. اللي بيصيم يصيم واللي يفطر يفطر، وهذه مسألة بينه وبين ربه. رمضان شهر عادي في حالة الاحتراب هذه، لازم إذا كان هم يريدون لرمضان حقيقة قدسية لدى المسلمين عليهم أن يوقفوا هذه الحرب ويعودوا إلى المفاوضات
أقصد إلى طاولة المفاوضات. طبعا المجتمع الدولي مرة أخرى والعملية صوفيا وهذه الطائرات التي تحلق في سماء ليبيا بدون طيار والتي تقصف يعني داعشي في أقصى صحراء ليبيا لأنه مطلوب لدى المخابرات الأمريكية، باقي الدواعش عادي يعني يقتلوا الليبيين، وهذا السؤال. لا لا شوفي نقول لك، ليبيا الآن في ظل هذا الاحترام وفي ظل هذا السماح بخرق قرارات مجلس الأمن متعلقة بالسلاح، هم يحضرون السلاح طبعا، هم يتحدثون عن حضر السلاح على الجيش الليبي منذ عام 2011، ربما هذا معقول لأن لم يعد لدينا جيش موحد تحت قيادة واحدة في ظل هذا الانقسام. ولكن لماذا يدخل السلاح؟ نحن يعني السلاح، أنت سمعتي عن بواخر الموت التركية، سمعتي عن ما يقال عن باخرة إيرانية وصلت ضمن العقوبات الأمريكية. نعم أشكرك. فهذا كله برسمهم هم. نعم. الذين وضعونا في هذا المأزق. يأتوا مثل ما عملوا ليبيا فوضى يسقطوا الفوضى. فقط هذا المطلوب منهم. نعم وصلت الفكرة. أشكرك عبد الحكيم معتوق المحلل السياسي الليبي، كنت معنا مباشرة من القاهرة. ونبقى في ليبيا حيث تلعب الكنائس في العاصمة طرابلس دورا بديلا للمنظمات الدولية العاملة هناك في مساعدة المهاجرين الذين فروا من أوطانهم أملين في مستقبل أفضل في صورة تظهر مدى التعايش المشترك والاعتراف بالآخر. في مشهد يبدو جليا تظهر العاصمة الليبية طرابلس مدينة للألفة والتمازج والتلاقي وليست مدينة للتطرف والإرهاب. مهاجرون مسيحيون ومسلمون فروا من بلادهم بسبب الحروب يحضرون قداسا في كنيسة كاثوليكية في طرابلس أملا في مستقبل أفضل. أحيانا عند تصاعد العنف في المدينة لا سيما في ضواحي طرابلس لن يتمكن الكثيرون من المجيء إلى هنا لأن العديد من الأفارقة من ضواحي طرابلس، ولأن اليوم يعد هادئا فلهذا السبب الكنيسة مكتظة ومفتوحة للجميع. ففي وقت غاب فيه دور المنظمات الدولية العاملة في ليبيا عن مساعدة هؤلاء المهاجرين القادمين معظمهم من السودان والصومال ونيجيريا وغيرها من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لعبت الكنيسة في طرابلس دور البديل في إطعامهم وتلبية احتياجاتهم. أنا لما جيت كنت قالوا لي في مفوضية الأمم المتحدة تساعد الناس، مشيت فعلا وقدمت وساعدت ما حصلت أي شيء. في واحدة سودانية دلتني قالت لي الكنيسة تساعد الناس، لما جيت الكنيسة رحبوا بي وساعدوني أحسن مساعدة بصراحة. الآن لقيته في الكنيسة ما لقيته في ليبيا بكل. طبعا احنا قاعدين في مدرسة في طرابلس، حالتنا الإنسانية كعبة جدا جدا. أول شيء لا عندنا يعني أطفال، عندنا نسوان حمل، والمفوضية ما بتعمل تقدم لنا أي شيء. نستجيب الكنيسة هنا عشان نشوف مساعدات. وتستضيف ليبيا حاليا وفقا لمنظمة الأمم المتحدة ما يربو على 700 ألف شخص فروا من أوطانهم، ووصل معظم هؤلاء إلى ليبيا بعدما شقوا طريقهم عبر الصحراء على أمل تحقيق حلم العيش الأفضل بعد العبور لأوروبا. العاشرة مستمرة معكم وفيها بعد قليل. بعد 3 أيام من الاحتجاجات عمال نقل المحروقات في تونس يوقفون أضرابهم عن العمل ويستأنفون نقل الوقود. المؤتمر الوطني الثالث حول الجبايات يختتم أعماله في المغرب في ظل تقارير وتصريحات عن ضعف المردودية وانعدام الإنصاف. بعد الفاصل.